أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى برنامج حدث اليوم الذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث المتنوعة في الواقع في هذا اليوم. نبدأ إذن بالعناوين. قصتنا الأولى من العراق وفي تفاصيلها. أساسة يبحثون عن سيادة البلاد بتصريحات متناقضة، وإقليم كردستان يعتبر بقاء القوات الأمريكية ضرورة. قصتنا الثانية من تطورات لبنان وفي التفاصيل. صندوق النقد يضع لبنان أو الحكومة بالواقع أمام خيارات صعبة للخروج من أزمتها الاقتصادية، وباريس تحضها على إجراءات طارئة. قصتنا الثالثة من التطورات الليبية لا سيما زيارة ميركل لتركيا. أردوغان يبتز أوروبا بفوضى مزعومة عبر شواطئ المتوسط، ويؤكد إرسال جنود بلاده لدعم قوات السراج. أيضا قصتنا الرابعة من تونس، ونتابع في تفاصيلها. رئيس الوزراء المكلف يعد بحكومة إنقاذ اقتصادي، ويستبعد حزبي قلب تونس والدستور الحر من مشاورات تشكيلها. ساعتنا الأولى من حدث اليوم نبدأها من التطورات الميدانية في العراق، إذ أفادت مصادر طبية وأمنية بسقوط قتيلين اثنين خلال تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن على طريق محمد القاسم في بغداد. وقالت المصادر إن المتظاهرين أصيبا برصاص مباشر في منطقة الرأس، بالإضافة إلى تسجيل 54 إصابة بينهم حالات اختناق. سيادة العراق، الكلمة الضائعة التي بحث عنها اليوم ساسة العراق على اختلاف مشاربهم، وفسرها كل منهم وفق مفهومه الخاص. المرجعية الشيعية عبرت عن رفضها المس بالثوابت الوطنية من أي طرف وتحت أي ذريعة، كما أكدت على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحقيقية، معتبرة أن المماطلة في تنفيذها سيطيل أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد. أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقد دعا دول الجوار إلى وقف التدخل في الموقف العراقي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبا الحكومة العراقية بعقد معاهدات عدم الاعتداء مع دول الجوار كافة، ومنع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من التواصل الخارجي إلا من خلال القنوات الرسمية وبموافقة مسبقة. إن المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة. وللمواطنين كامل الحرية في التعبير بالطرق السلمية. تؤكد المرجعية الدينية أيضاً على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب وقدم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات. وترى أن المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاناة المواطنين وإطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد.
هذه التصريحات السياسية سنناقشها بعد قليل مع ضيوفنا تباعا، ولكن دعونا نبدأ بتطورات الميدانية والمعلومات التي تتحدث عن سقوط قتيلين في التظاهرات من بغداد. معنا عبر الهاتف منتظر رشيد مراسل الحدث. منتظر، أهلا بك بحدث اليوم. ما هي المعلومات حول الشخصين اللذين قتلا، وما هي التفاصيل الأخرى المتوفرة حتى الآن من المظاهرات؟ نعم لارا، عصر اليوم تجددت الاشتباكات بين قوات مكافحة الشغب من جهة والقوات الأمنية والمتظاهرين من جهة أخرى عند المنطقة أو الجزء من طريق محمد القاسم، وهو القسم القريب من تقاطع مرآب النهضة. قوى الأمن على ما يبدو حاولت إبعاد المتظاهرين بالقوة هذه المرة، وبالتالي استخدمت القوة، أطلقت النار، استخدمت الغاز المسيل للدموع، أدى ذلك إلى مقتل 2 من المتظاهرين بحسب طبعا مصادر طبية، وأيضا هذا ما أكده ناشطون في الحراك. وبالتالي نحن أمام تجدد الاشتباكات. توقفت هذه الاشتباكات لارا بعد هطول الأمطار في ساعات المساء، بس منتظر الاشتباكات أسفرت عن 10 إصابات و2 من القتلى في صفوف المتظاهرين. أعود وأؤكد معك على سبب وفاتهم، يعني هو الرصاص الحي أو ما استخدم يعني من قنابل مسيلة للدموع ربما استهدفوا بها أو ماذا؟ يعني المصادر الطبية تؤكد أن المتظاهرين أصيبوا بإطلاق نار أدى إلى وفاتهم، وهذا ما يؤكده أيضا الناشطون المدنيون نتيجة الاشتباك المباشر بين الطرفين. المتظاهرون يصرون على قطع هذا الجزء من الطريق، قوى الأمن تريد إبعادهم عن المرآب وعن هذا الجزء من طريق محمد القاسم. هناك عمليات كر وفر طبعا خلال الأيام الثلاثة الماضية على هذا الجزء من الطريق الحيوي، طريق محمد القاسم الذي يقع إلى الشرق من ميدان التحرير. وبالتالي اليوم على ما يبدو حاولت قوات مكافحة الشغب والقوى الأمنية إبعادهم بالقوة، وهذا أدى إلى حالات اختناق، 10 حالات اختناق ومقتل 2 من المتظاهرين. أها. طيب، التطورات كلها موجودة بشارع محمد القاسم أو في يعني تظاهرات بساحات أخرى ببغداد؟ يعني هذا الجزء من طريق محمد القاسم على ما يبدو يتمسك المتظاهرون بقطعه لليوم الرابع على التوالي، وبالتالي هذا الطريق مقطوع والحركة مشلولة تماما على هذا الطريق الحيوي. يبدو أن المتظاهرين طبعا أعلنوا خطوتهم التصعيدية قبل عدة أيام، وبالتالي من أبرز النقاط التي عمدوا إليها هو قطع هذا الطريق الحيوي كخطوة تصعيدية سلمية كما يقولون. قوى الأمن حاولت إبعادهم عن جزء من هذا الطريق الحيوي لأن مرآب النهضة لارا مرآب كبير فيه باصات توصل إلى المحافظات الشمالية وأيضا إلى المحافظات الجنوبية، وبالتالي على ما يبدو لا تريد أن تسمح للمتظاهرين بالوصول إلى هذا المرآب أو قطعه. لكن عمليا المتظاهرون يسيطرون على جزء من هذا الطريق من مرآب النهضة إلى ملعب الشعب جنوب هذا الطريق. على كل إنسان نتابع معك كل التطورات الجديدة. شكرا لك حتى الساعة من بغداد، حدثنا عبر الهاتف منتظر رشيد مراسل الحدث. وكان العراقيون قد خرجوا اليوم في بغداد بعد التظاهرة التي نظمها مقتدى الصدر بهتافات مناهضة للصدر وهادي العامري زعيم للشبادر. ينضم إلينا الآن من إسطنبول حول التطورات العراقية السيد حسن الموسوي، المرجع الديني العراقي. سيد حسن، مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. رح أبدأ معك من ما شهدناه من تظاهرة لمؤيدين للتيار الصدري وأطراف أخرى بالعراق. تحدث فيها الصدر وقال أنه يعني رفض القوات الأمريكية تحديدا، ويعني نوعا ما كان في محاولة لربما الحديث فقط أو حصر كل هذه المطالب بالموقف من القوات الأمريكية فقط.
حضرتك كيف تقرأ هذا التطور بظل ما يحصل من تظاهرات لمطالب معيشية بالعراق؟ شكرا لك، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بكم. حقيقة التظاهرات التي خرجت اليوم هي لا تمثل السيد مقتدى الصدر، وإنما تمثل مجموعة أحزاب تابعة إلى إيران. هذه التظاهرات أعد لها مسبقا بكل إمكانيات الدولة اللوجستية وغيرها، وجاءوا بأعداد كثيرة من أو كبيرة من المحافظات العراقية حتى مدينة كركوك كما سمعنا. هذه كما يسمونها تظاهرة مليونية، لا، هي بضعة آلاف. المراد بهذه التظاهرات إعادة قوة مقتدى الصدر إلى الشارع العراقي بعدما فقد كثير من أتباعه الذين رأوه وشاهدوه يجلس تحت أقدام الخامنئي في قم، والذي بدل النجف بقم، فأرادوا رد اعتبار له، وهو أراد كذلك إثبات وجوده بين أتباعه وبين من يحاول أن يكون منضما إليه في الأيام اللاحقة. طيب سيد حسن، نعم. إذا كان يعني هذا الهدف لدى سيد مقتدى الصدر، اليوم هذه التظاهرات لم تنظم فقط كما قلت حضرتك من الصدريين، بل كان في مشاركة لميليشيات أخرى، وبالتالي إذا كان هدفه رد الاعتبار، كيف يكون قد رد اعتباره اليوم عندما يقول أنه هو متحالف بهذا الشكل العلني وهذا التضامن الموجود بينه وبين باقي الميليشيات؟ من المؤكد أن الشعب العراقي يدرك جيدا ما يجري في الساحة العراقية من خلافات كثيرة ومهمة. أنا أقول أن هذه التظاهرات لا تعني شيء لا للشعب العراقي الذي يرفض هذه الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة التي ولاءها لإيران، ولا يرغب بالسيد مقتدى صدر كذلك. مسألة الأمريكان هي شماعة يراد بها العمل السياسي أو تنفيذ أجندات إيرانية يقوم بها هؤلاء، وأعتقد أن الفرقاء الذين كان لهم عداء سابقا، يعني العصائب وبدر وغيره والصدريين، الآن أصبحوا لحمة واحدة من أجل هدف واحد، وهو إسقاط الثورة العراقية التي يقوم بها الشباب الثائر اليوم، الذين صمدوا 4 أشهر ليس ساعتين. نعم. أعتقد هذا هو ترويج إعلامي ليس له قيمة عند الشعب العراقي. الشعب العراقي مصمم على إسقاط هذه الطبقة السياسية الحاكمة، لا تعني هذه التظاهرات ولا تعني هذه الرموز. وأعتقد أن التغيير قادم إن شاء الله، لكن بعد تضافر الجهود بين الشعب العراقي الواحد من كل محافظات العراق حتى نصل إلى بر الأمان. وإلا هكذا التظاهرات هي قديمة ليس وليدة اليوم. الصدريين جلسوا على كرسي البرلمان لم يحققوا شيء، فكيف يستطيعون إخراج الأمريكان؟ الأمريكان لهم مصالح في العراق، هناك اتفاقيات بينهم وبين الحكومة. أنا لا أعتقد بهذه السهولة يستطيع الصدر أو غير الصدر إخراج الأمريكان من العراق. طيب سيد حسن، يعني حضرتك تقول أنه اليوم في لحمة أكبر بين يعني سواء الصدريين والميليشيات الأخرى الموجودة داخل العراق، بس يعني ما أبعاد هذه اللحمة؟ ما يعني هو الدور الذي من المفترض أن تلعبه الآن هذه الميليشيات؟ الميليشيات التابعة لإيران تحاول البقاء في السلطة، يعني بعد أن فقدت السلطة شرعيتها
والبرلمان كذلك فقد الشرعية التي أكلت إليه من قبل الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي شعب ثائر صامد، ضحى بأكثر من 600 شهيد وأكثر من 20,000 جريح، لا يمكن أن يقبل أن يعود هؤلاء إلى السلطة، هذا مستحيل. فأعتقد هذه الميليشيات التابعة لإيران لا تستطيع أن تحقق أي هدف. الآن هي كما يقال، وهذا هذا الكلام الدارج في الأوساط العراقية، إن الكرة اليوم هي في ملعب الشباب الثار، نعم، وليس بيد هؤلاء. هؤلاء يحاولون بطريقة أو بأخرى يعيدون هذه الأمجاد. 16 سنة دمروا البلد، سرقوا البلد، احتل البلد من قبل دول كثيرة، ليس من فقط من إيران وأمريكا، وإنما هناك أجندات تنفذ الآن في العراق لدول أخرى. فأعتقد هم لا يستطيعون الحصول على شيء ولا على حكومة. الحكومة سوف تتغير، هذه الأحزاب سوف تنتهي، الميليشيات سوف تلقي السلاح رغما عنها، وإن شاء الله نحن نحو حكومة مدنية حديثة يحكمها الدستور والقانون، بعيدة عن هذه الأحزاب. كيف يمكن أن يحصل ذلك بظل، يعني حضرتك تقول أن القرى اليوم بملعب الشباب العراقي، بس بنفس الوقت وكأنه لا أحد يسمع لهم، هم يدفعون الثمن الأكبر الآن في قتلى بينهم، سواء برصاص قوات الأمن أو أحيانا بهجمات من ميليشيات ومن ملثمين، وبالتالي كيف سوف يتمكنون من تحقيق أي مكاسب سياسية بهذه المرحلة وبظل وجود هذه الميليشيات وهذه القوات بالسلطة؟ من قال هذا أنهم لا يسمع لهم صوت؟ الآن المجتمع الدولي كله مع الشباب الثائر، دول كبرى، دول إقليمية، دول عظمى، في الداخل العشائر العراقية البطلة التي نحرت الذبائح من في الشوارع من أجل هؤلاء الثوار، هذا التلاحم الجماهيري المستمر، كيف لا يسمع صوت هؤلاء؟ هؤلاء هم أصحاب القرار الآن. رئيس الجمهورية نفسه السيد برهم صالح لم يستطع تشكيل حكومة، لأن يرى أن الشعب العراقي الثائر لا يقبل بأي رئيس وزراء من هذه الكتل السياسية الفاسدة. نعم. هناك خلاف واضح بين الفرقاء السياسيين، بين المكون السني والمكون الكردي وبعض الأحزاب الشيعية كذلك، لا يستطيعون فعل شيء. الشباب الآن هم الصوت المسموع، هم الصوت الأول الذي يسمعه الجميع، وعلى الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة عليها أن تسمع صوت هؤلاء الشباب. طيب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم، ضيفنا من اسطنبول سماحة السيد حسن الموسوي المرجع الديني العراقي. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الشعب مصر على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة خادمة لشعبها، وتعبر عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات والإملاءات من الخارج. صالح وفي تغريدة له على تويتر أكد أن شعبه يسعى لدولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم، تتمتع بعلاقات آمنة وسالمة مع جيرانها. من جانبه، اعتبر رئيس أقليم كردستان جرفان البرزاني أن تواجد القوات الأمريكية وحلفائها في العراق أمر ضروري للقضاء على داعش، وأضاف أن هذه القوات جاءت بناء على طلب العراق في عام 2014 للمساعدة، وأن الأقليم ما زال يؤمن بهذا الدور. من بغداد معنا أيضا حول التطورات العراقية الناطق الرسمي لجبهة الإنقاذ والتنمية النائب السابق عبد الكريم عطان. أهلا بك معنا أستاذ عبد الكريم بحدث اليوم ودائما على شاشة الحدث.
يعني بوقت أنه اليوم حاول الصدر وأتباعه إلى جانب كذلك ميليشيات أخرى الحديث بموضوع سيادة العراق فقط بنقطة طرد القوات الأمريكية من البلاد، في مواقف أخرى اليوم تتحدث عن سواء من إقليم كردستان عن أنه وجود القوات الأمريكية هو ضرورة وهو بطلب عراقي، وكذلك أيضا في تصريحات للرئيس برهم صالح يعني يحاول فيها أي يشدد على موضوع اللحمة وعلى موضوع يعني السيادة الكاملة. هل بتنا اليوم يعني أمام معسكرين واضحين أو ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخت لارا وشكرا لقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم. الحقيقة مو بس في العراق، في كل دول العالم الآن الناس تبحث عن استقلال وسيادة وكرامة للبلد وقرار سياسي وقرار اقتصادي، ولكن ليؤسف في العراق مع الأسف دخل في سياسة المحاور، وسياسة المحاور ستؤذي العراق. ونحن نقول ولربما المنصف أيضا يقول احنا اليوم أمام منزلق خطير، فشلت الكتل السياسية في أخذ قرار مهم اللي هو تسمية رئيس الوزراء، يأخذ على عاتقه مجموعة من القضايا المهمة من ضمنها القرارات ذات السيادة، يعني اتفاقيات، يعني تعرفين جرابج احنا عندنا اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمونها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وعندنا اتفاقية صوفا، وعندنا أيضا اتفاقية مع قوات التحالف اللي هي أكثر من 60 دولة. وهذه مهمتها جاءت لمحاربة داعش، ولا زال الآن الخطر موجود سواء كان في العراق أو في الشرق الأوسط، هو يداهمنا، وقضية داعش والخلايا النائمة مخيفة بالنسبة للعراق. فإذا حتى العراق يدخل على جادة الصواب علينا استخدام الآليات القانونية والدستورية في عملية أن نخرج القوات الأمريكية. كيفية إخراج القوات الأمريكية هذه تحتاج إلى دراسة قانونية وتحتاج إلى اتفاقيات باعتبار العراق مديون. ولكن قد يبرر الآخرون أنه الآلية القانونية الآن هي بتصويت مجلس النواب وهذا ما حصل. لا، الحقيقة مع جل احترامي إلى هذا الرأي ومن حق كل إنسان يعبر عن رأيه، الاتفاقية كانت بين الحكومة العراقية وبين الحكومة الأمريكية، ووقع الاتفاقية السيد هوشيار زيباري مع السفير الأمريكي في حينه والمسؤول عن الاتفاقيات فيما قانون 35 صدر سنة 2011، مسؤول عن الاتفاقيات. في بعض الاتفاقيات المهمة تحتاج إلى تصويت الثلثين في مجلس النواب، مثل اتفاقيات الأمن والدفاع، اتفاقيات استراتيجية، اتفاقيات الحدود وغيرها من هذه الأمور. نعم، في المادة 61 من ضمن اختصاصات مجلس النواب يصوت على بعض الاتفاقيات التي تحدث، ولكن هذه الاتفاقية بين الحكومة وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد بنودها أنه في حالة إلغائها يقدم الطرف الذي يريد أن يلغي الاتفاقية بإخبار الطرف الآخر قبل سنة، ومن حقه يرفض أو يوافق على هذه الاتفاقية. طيب أستاذ عبد الكريم، بدي أرجع معك لنقطة السيادة الآن وما يعني يحكى، يعني في تظاهرات ضد الوجود الأمريكي حصلت اليوم، بس بنفس الوقت كلنا نعلم أنه في أدوار لدول أخرى على رأسها طبعا إيران داخل العراق. لماذا اليوم السيادة تحصر بموضوع الولايات المتحدة ولا تكون شاملة؟ لا، هي ما يصير منقوصة، يعني ماكو سيادة عن نص، يعني قضية السيادة هي سيادة سواء كانت من أي دولة في من دول العالم. نحن يعني الآن أنتم تعرفون منهجنا وسلوكنا ضد التدخل الإيراني وغير الإيراني في العراق، وأيضا الكتلة أو الجبهة، جبهة الإنقاذ والتنمية التي أنتمي إليها أيضا، وكثير أيضا هم يشاطرون في هذا الرأي. وإحنا ما عندنا عداء الآن نريد نعلن حرب، لكن البلد يحتاج إلى مع جيرانه علاقات متوازنة،
ويحترم سيادة العراق، هذا بيتنا. ممكن احنا بيناتنا نتفاهم، ممكن بيناتنا نختلف، ممكن بيناتنا نعبر عن وجهات رأي أو نظر، ولكن تأتي دولة كائن من تكون تتدخل بالشأن السياسي والعسكري وتتدخل بالشأن العراقي؟ طيب، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. لذلك اليوم كل من يتدخل بالشأن العراقي احنا لازم نرفضه. هل من الممكن اليوم وضع حد لأي تدخل إيراني بالعراق؟ نعم، ممكن عندما تأتي حكومة. الشعب العراقي رافض للتدخل، يعني الآن الشارع المنتفض والجماهير المنتفضة اللي صار لهم 4 أشهر قاعدين شافوا حر الصيف وشافوا برد الشتاء والمطر وعانوا الكثير وأعطوا شهداء. هذول يمثلون شريحة كبيرة من الشعب العراقي الآن رافضين لأي تدخل، وخاصة التدخل الإيراني. ونحن والشعب العراقي الآخرين رافض لأي تدخل، لأن الشعب العراقي عانى من التدخل الأجنبي، لأنه التدخل يأتي لصالح الدول وليس لصالح العراق، ألا في حالات الاتفاقات الثنائية أو تبادل المصالح أو غيرها من هذه الأمور. فأولا الشعب العراقي رافض، والشيء الثاني الحكومة التي تأتي ويفترض الآن على دولة رئيس الوزراء فخامة رئيس جمهورية باعتبارها راعي للدستور أن يسرع بعملية تكليف وتشريع والموافقة على حكومة تأخذ على عاتقها مجموعة من المهام، من ضمنها انتخابات مبكرة، محاربة الفاسدين، عدم التدخل بالشأن العراقي، سيادة القانون، هيبة الدولة، وكثير من الأمور اللي تفضي وتشبع حاجات الناس. هذا اللي يريده الشارع العراقي. أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم من بغداد، الناطق الرسمي لجبهة الإنقاذ والتنمية النائب السابق عبد الكريم عبطان. نذهب إلى فاصل ومن بعده نتابع بحدث اليوم. الجبير يقول إن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة. At my direction, the United States military launched a flawless precision strike that killed the world's number one terrorist. You know who that is? معنى من هول الخبر لم يكن يحتمل أن يكون خبرا يصدقه العراقيون. من غير المعقول في 30 دقيقة يتم الوشاية به في هذا المكان. من هذا الطريق خرج الموكب الذي كان يقول قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس سنسير في الطريق الذي سار فيه الموكب. في هذا المكان تم قصف موكب قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، وهذه هي آثار الصواريخ. المشهد الأخير في حياة الرجل الثاني، ذراع المرشد سليماني. الزيارة الأخيرة الليلة 9:30 على شاشة العربية. أيضا نتابع بتطورات متعلقة بالملف الإيراني وكذلك أيضا بالملف العراقي. نلفت إلى أنه في خبر عاجل يفيد بفقدان 3 فرنسيين وعراقي يعملون بمنظمة غير حكومية في بغداد. إذن حتى الساعة المعلومات المتوفرة أنه هم 4 أشخاص فقدوا في داخل بغداد، بينهم 3 فرنسيين وعراقي. نقوم بموافاتكم بأي تفاصيل حول هذا الموضوع فور ورودها.
استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيلاني على خلفية تصريحات مكررة أطلقها قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري تزعم استخدام واشنطن لقاعدة علي السلم في الكويت في العملية التي نفذت لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير الجاري. وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن استياء واستغراب من الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، مجددا نفي دولة الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلاقا من هذه القاعدة، مشيرا إلى نفي رئاسة الأركان العامة للجيش سابقا أي مشاركة أيضا من أي من القواعد الكويتية في هذه العملية. وطلب الجار الله من السفير الإيراني أن يصدر عن المسؤولين في إيران توضيح حقيقة موقف الكويت المشار إليه، وأن لا يتم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين. معنا حول هذا الموضوع من الكويت الدكتور فهد الشلامي رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير دكتور فهد، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث دائما. بظل نفي الكويت للاتهامات الإيرانية، لماذا برأيك تصر إيران على الاستمرار بإقحام الكويت بما حصل لقاسم سليماني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيران تعاني من مشكلة، مش الكويت، إيران عندها مشكلة. إيران عندها مشكلة في ازدواجية المعايير والخطاب وانفصام في الشخصية السياسية بين مؤسسات الدولة. إيران عندها الحرس الثوري، المشاكل اللي نتحدث عنها نقول إيران، لا، احنا نقول الحرس الثوري، الاستخبارات الإيرانية ومكتب المرشد. هذه هي المشكلة. القنوات السياسية والدبلوماسية مع إيران لا يوجد خلاف فيها، لكن الطرف الأقوى في هذه المعادلة هو الطرف الحرس الثوري. الحرس الثوري يقصد هناك إرسال رسائل عديدة، ومعظم رسائله تكون موجهة للداخل ولكن مغلفة بطابع بريد خارجي. رسالة الحرس الثوري يقول نحن ما زلنا أقوياء ونحن رصدنا الطائرات وشاهدناها خرجت ورصد. طيب إذا أنت عندك هالإمكانيات ما عرفت تتميز الطائرة الأوكرانية من صاروخ كروز؟ يعني إذا أنت عندك يا أبو طيب الجو فضائية هذا كل هالإمكانيات، يعني إذا حتى إذا كانت الرسالة داخلية، يعني السؤال هنا لماذا الإصرار على موضوع الكويت، على وضع الكويت بهذا الموضوع سواء داخليا أمام الجمهور الإيراني أو حتى يعني التبطين الخارجي، هذا ما الهدف منه؟ ليش الكويت تحديدا؟ هو طبعا شيطنة الكويت، وشيطنة الكويت لكي يكون في مجال تحرك أكبر، هم يعتقدون ذلك، مجال أكبر للإعلام أو بعض الأقلام التي قد تتعاون معهم. لكن أنا أقول للمسؤول الإيراني قائد القوات الجو فضائية أبو الشباب هذا، احنا نقول له إذا تستخدم هذا الأسلوب هذا سوف يوثق علاقات دولة الكويت مع الحلفاء. نقول له احنا مرتبطين باتفاقيات سوفا، status of foreign forces agreement، سواء مع الولايات المتحدة ومع دول عديدة ومع حلف الناتو. الكويت بلد محترم، لما أرادت الاحتجاج ما أرسلت خلايا استخبارية، طلبت السفير الإيراني وأوضحت لا بمذكرة. الخطاب الإيراني، لا نستطيع، دولة الكويت لا تستطيع أن تتعامل مع الخطاب الثوري اللي يقوم فيه الحرس الثوري، لا تستطيع، هي تتعامل مع وزارة الخارجية. الذي يستطيع أن يتعامل مع الحرس الثوري نحن اللي في الإعلام نرد عليه، نقول له إذا كنت تريد أن تهدد أو أن تبتز دولة الكويت فهذا بعيد على شواربك، إجراءك هذا يجعل الكويتيين والخليجيين يقتنعون أكثر بسوء إدارة الدولة الإيرانية، وهزائمكم تتالت مع بعض، والعراق ضدكم، ولبنان يتظاهر ضدكم، والحقيقة كل الدول اللي الآن موجودة، ما هكذا يجب أن تدار الأمور، ولكن هما في لحظة ضعف وفي لحظة ارتباك وفي تناقض تصريحات، هذا الواضح أمامي تماما. البعض أيضا قرأ فيها نوع من تهديد بالاستهداف، كون أنه الحرس الثوري كان قد تحدث عن أنه القواعد التي خرجت منها الطائرات التي استهدفت سيارتي سليماني ومن كان معه
فسيتم استهدافها وسيتم الرد عليها. حتى الآن الرد مجمد بتصريحات من الحرس الثوري ومن السلطات السياسية الإيرانية، ولكن التغيرات التي يمكن أن تحصل يعني تجعل الأمور كلها غير مضمونة. وبالتالي هل هو أيضا إعلان لوضع الكويت على لائحة الاستهداف الإيرانية؟ إحنا من زمان موضوعين تحت لائحة الاستهداف الإيراني، خلايا التجسس اللي تشتغل عندنا وكمية السلاح من زمان هذا الكلام، وبواخرنا اللي لما كنا ندعم العراق قبل غزو العراق لنا، الكويت من ضمن دائرة الاستهداف وهذا واضح أيضا، هذا من ضمن الأيديولوجية اللي عندهم. لكن هل الكذب هذا اللي نسمعه منهم في ضرب أمريكا وضرب هذه مقابلة مع قائد الحرس الثوري الإيراني يقول قالونا الأمريكان إذا أردتوا أن تضربوا فليكن رد ضربكم مناسبا عن طريق السفير السويسري، هذه حقيقة مقابلة مع، هذا كذب، هما يكذبون، هما متفقين وعارفين حدود، لكن خطابهم التصعيدي لترهيب الناس. النقطة الثانية، أمريكا لها 750 قاعدة تخيلي في العالم، في 130 دولة حوالي إيران، إذا كانت الخريطة هذه تظهر إيران هي النقطة الحمراء، كل هذه قواعد أمريكية تطوق إيران. بالتالي هما ليس لديهم القدرة على الرد بالشكل الكبير، ولكن عندهم القدرة على الحقيقة التهديد. النقطة الرابعة، لا يوجد ضبط يعني إذا اليوم استدعت الكويت دائما كعادتها. شوف إحنا عندنا خبرة طويلة في التعامل معهم في هذا النظام الثوري. نعم. الكويت دولة صغيرة صحيح، لكن هي تتعامل تستخدم الدبلوماسية والحقيقة الانسجام في المواقف مع دول مجلس التعاون الخليجي والقرار العربي، تستخدم الدبلوماسية كما عمل خالد الجار الله، سيد خالد الجار الله طلب السفير وأوضح له، وقد يطلبون بكرة الدول الكبرى ويشرحوا لهم. وأيضا عدم الانضباط في الخطاب السياسي الإيراني، هذه مشكلة الدولة الإيرانية مو مشكلة الكويت. طيب. إحنا ما إحنا فاضين يجينا واحد بالعراق يقول لي والله طلعوا والثاني يطلع، هذا خطأ، هذا ضعف الحكومة اللي فيها هذه الكيانات. للأسف دكتور فهد انتهى وقت هذه المقابلة، ولكن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا من الكويت، الدكتور فهد شلامي رئيس مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية. قال وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل الجوبير إن لا العقوبات فرضت على النظام الإيراني بسبب سياسته المتهورة المزعجة لاستقرار المنطقة بحسب وصفه، مشيرا إلى أنه اختطف دولة الشعب الإيراني. الشعب الإيراني شعب معتدل على مر التاريخ، لو اطلعنا على الخارطة نجد إيران في تقاطع الحضارات، لا يمكن أن يكون هناك أي عزل للشعب الإيراني، تاريخهم ثري في الثقافات والأدب، إلا أن النظام اختطف الدولة ويسعى لسياسات متهورة وخطيرة تزعزع استقرار المنطقة. لهذا السبب إيران خضعت لعقوبات ليس لرغبتنا في معاقبتها. مشاهدينا، بالعودة إلى الأخبار العاجلة وموضوع اختطاف 4 أشخاص 3 فرنسيين وعراقي في بغداد تحديدا، بحسب المعلومات التي ترد تباعا قرب السفارة الفرنسية، نستطلع تفاصيل إضافية مع مراسل الحدث من باريس حسين قنيبر. مساء الخير حسين، ما هي المعلومات المتوفرة إلى الآن؟ في الواقع يعني لارا، المعلومات تشير ونقلا عن هذه المنظمة غير الحكومية مسيحيو الشرق التي يعمل معها الأربعة الذين اختفت أثارهم وهم 3 فرنسيين وعراقي، المعلومات تشير بحسب وسائل إعلام فرنسية إلى أنهم خطفوا من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه، وذلك عند خروجهم في موعد مرتبط بعمل لهم. اختفت آثارهم يوم الاثنين، هم كانوا موجودين في مكان قريب جدا من مبنى سفارة فرنسا في بغداد قرب حي مسيحي في قلب العاصمة العراقية. في المعلومات أيضا أنهم كانوا متواجدين في بغداد من ضمن اتفاق بين منظمة مسيحيي الشرق والسلطات العراقية لتطوير مشاريع مستقبلية، وقد بدأت منظمة
وطنيات مسيحيي الشرق البحث عنهم منذ يوم الاثنين بالتعاون مع سفارة فرنسا في بغداد، ولكن عبثا حتى الآن لم يعثر على أي أثر لهم. يجري كل ذلك كما تذكر وسائل الإعلام الفرنسية في وقت تشهد بغداد المزيد من التظاهرات المعادية للولايات المتحدة، ووسط دعوات صدرت مؤخرا للانتقام من الأمريكيين ومن الأوروبيين أيضا كما تردد وسائل إعلام فرنسية. لارا، طيب يعني حسين هم مختطفون منذ يوم الاثنين وليس اليوم، بس بطبيعة الحال هل في أي معلومات عن اتصالات تجري؟ هل طلب أي يعني فدية لهم؟ في أي تفاصيل تعلنها السلطات الفرنسية أكثر من ذلك أو حتى المنظمة؟ رسميا لارا لم تعلن السلطات الفرنسية شيئا بعد. يتوقع صدور بيان عن وزارة الخارجية هنا خلال الساعات القليلة المقبلة وربما خلال الساعة المقبلة، ولكن المعلومات تحدثت عن أنهم كانوا في العراق من ضمن اتفاق بين منظمة مسيحيي الشرق والسلطات المحلية العراقية، وهم خطفوا من داخل فندقهم من الفندق عندما كانوا يهمون بالتوجه إلى عدد من السيارات، إلى سيارتين على الأقل، في طريق توجههم إلى موعد مرتبط بعملهم، وذلك على مقربة من حي مسيحي في قلب العاصمة العراقية، وعلى مقربة أيضا من سفارة فرنسا التي تتعاون مع منظمة مسيحي الشرق للعثور على أي أثر لهم. ربما في الساعة المقبلة ستكون لدينا بعض التفاصيل عن ما جرى لهم وعن الظروف التي خطفوا فيها. سنكون دائما بمتابعة معك لكل التفاصيل الإضافية وحتى للتصريحات الرسمية إذا ما خرجت اليوم. شكرا لك حسين قنيبر مراسل الحدث من باريس. نذهب إلى فاصل ومن بعده نتابع بحدث اليوم. مناصرو حزب الله وأمل يعتادون على متظاهرين سلميين في بيروت. اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة. ما هو المختلف في هذا الهجوم عن غيره من الهجمات السابقة للجيش الوطني بطرابلس؟ الآن هناك اشتباكات عنيفة للغاية. قوات التابعة لحكومة الوفاق أعلنت أنها لا تنوي الاستعداد لمواجهة أي تقدم. ما هو عتادها وعديدها؟ حكومة الوفاق لديها ميليشيات إرهابية وإجرامية، وبالتالي لن تصمد أمام القوات المسلحة. أيها الأخوة، لا تصدقوا أكاذيب الواهمين ولا ساعة صفر سوى صفر اللوطة. الكلام بالبلاش، انتصارات الجيش في طرابلس انتصارات كاسحة على أرض الواقع. هل نتوقع أي تحركات من قبل تركيا لدعم قوات الوفاق؟ هذا الأردوغان يتعامل بسياسة الأمر الواقع وهي بلطجة في الحقيقة. كثير من وحدات هذه الميليشيات تم القضاء عليها، تدمير مخازن التسليح، تدمير الطيران المسير، جولات تلو جولات. هل تعتقد أن هذه الجولة ربما تكون الحاسمة كما أطلق عليها؟ أحداث كل يوم في كل الأماكن تؤثر وتتأثر، كل يراها من زاويته ووجهة نظره، لم ترى منطقتنا هدوءاً منذ سنوات. أجواء أصبح يسودها التوتر، تسكنها الفوضى وتحكمها العشوائية. سنوات تركت آثاراً ستبقى طويلاً في الذاكرة. نحن في قلب الحدث وجزء منه، نعيش الخبر وننقله كما هو. أهلا
بكم من جديد مشاهدينا. قبل أن ننتقل إلى الملف اللبناني نبقى قليلا بالملف العراقي والأخبار التي وردتنا وحتى الصور التي وردتنا من هناك في هذا الفيديو الذي يظهر إطلاق النار على المتظاهرين عند طريق محمد القاسم الذي اليوم شهد مواجهات بين قوات الأمن وأيضا المتظاهرين ما أدى إلى سقوط قتيلين هناك. رصاص الحي استخدام المتظاهرين 24 واحد رصاص الحي استخدام المتظاهرين 24 واحد هذا إذن في العراق ونكون دائما بمتابعة لأي صور جديدة تريدنا من هناك. أما في لبنان فأظهر فيديو مصور أمام مجلس الجنوب هناك أظهر متظاهرين يتعرضون للضرب والشتم من قبل عناصر مولية لميليشيا حزب الله وحركة أمل ويطالبون القوى الأمنية للحضور لحمايتهم. نتابع. بيتي هون استرجد نشير أيضا إلى أن وزير الداخلية اللبناني أعلن فتح تحقيق بهذا الموضوع وكذلك أشار إلى اعتقال شخصين من هؤلاء المعتدين. هذا فيما أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن وزير المالية غازي وزني سيلتقي بمسؤول صندوق النقد الدولي سامي جدع السبت ولم يقدم بيان الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة الاجتماع القادم مع صندوق النقد. وكان وزير المالية قد التقى اليوم بوفد من البنك الدولي يرأسه المدير الإقليمي للبنك بالشرق الأوسط ساروش كومار ويتعين على مجلس الوزراء المشكل مواجهة أزمة مالية خانقة إضافة إلى البت في سبل التعامل مع استحقاقات سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في شهر مارس المقبل. اجتمعت اليوم للمرة الأولى لجنة وزارية مكلفة بصياغة خطة سياسية للخروج من الأزمة لكنها لم تقدم جدولا زمنيا لموعد إعلان الخطة. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الوزراء حسن دياب قوله إن الناس ينتظرون من الحكومة عملا لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعودا فضفاضة وألا يوحي للبنانيين أن الوضع بألف خير على حد قوله. معنا من بيروت حول هذه التطورات جهاد الحكيم المحلل الاقتصادي. استاذ جهاد مساء الخير اهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشات الحدث دائما. الخيارات او الخطوات المطروحه بحال التعامل مع صندوق النقد الدولي يعني قد تزيد الامور تعقيدا وربما بحسب ما يقول البعض قد تؤدي يعني كل نقطه لحالها قد تؤدي الى مشكل بالشارع والى ازدياد وتيرة التظاهرات. هل يمكن أن تذهب الحكومة اللبنانية الآن إلى سيناريو
صندوق النقد الدولي وتفتح له الأبواب للعمل بلبنان؟ شكرا للاستضافة. إن الحكومة اللبنانية تتخبط اليوم في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، وليس لدينا أي رؤية اقتصادية حتى الآن. فالحكومة الجديدة ووزير المال الجديد لم يفصح عن أي خطة مالية حتى الآن، فقد قال أنه سيكون هنالك تأمين بعض المليارات من أجل استيراد القمح والأمور الأساسية، لكن لم نرى حتى الآن ما هي الخطة الاقتصادية لهذه الحكومة وكيف ستعالج الأزمة المالية الخانقة. هل ستقوم بالاستعانة بصندوق النقد الدولي؟ هل ستقوم بإعادة جدولة الديون؟ لأن هنالك ديون داخلية وديون خارجية. الديون الخارجية هي ليست كبيرة، وبتقديري يمكن أن تقوم الدولة اللبنانية بدفع المستحقات التي تتوجب في آذار، لكن هل بالنسبة للمستحقات المستقبلية هل سيكون هنالك إعادة جدولة للديون؟ طيب، وبأي يعني طريقة؟ هل سيقوم بتأجيل الاستحقاقات؟ هل سيكون هنالك تخفيض بالفوائد؟ للجمهور غير الاقتصادي، يعني اللي عم بتابع الموضوع حتى سياسيا أكثر ما هو بالعبارات الاقتصادية. حضرتك تقول أنه اليوم الخيارات يلي هي مطروحة أمام السلطة اللبنانية للخروج من الأزمة، إما صندوق النقد الدولي، إما إعادة جدولة الديون، إما ماذا؟ يعني أي نقاط الآن موضوعة يمكن الذهاب إليها وتكون يعني الأقل ضرراً أو الأقل تبعات على الشعب اللبناني إذا ما لجأت إليها السلطات يعني بطبيعة الحال؟ بالنسبة إلي، الحلول التي يجب أن تتخذ بالنسبة إلي هي حلول عملية، لأنه لقد سمعت من أكثر من كتلة نيابية وسياسية في لبنان أنهم يريدون استعادة الأموال المنهوبة. بالنسبة إلي هذا عنوان فضفاض، وهو يصعب الوصول إلى هذا الأمر. فإذا أردنا أن نكون براغماتيين وعمليين، يمكن أن نرى من قام بآخر 5 سنوات بمضاعفة ثرواته جراء الربا الفاحش والفوائد المرتفعة جدا، وقام بعدها بتحويل هذه الأموال إلى الخارج. على سبيل المثال، من كان لديه 100 مليون دولار وكان يتقاضى فائدة 15-20% على مدى 4 أم 5 سنوات، بما أن الفائدة مركبة، فقد ضاعف هذا المبلغ. فيجب أن يكون هنالك ضريبة مع مفعول رجعي على هذه الأموال التي تم مضاعفتها، ويمكن أن نقتفي أثر هذه الأموال جراء السويفت والتحويلات إلى الخارج. فيجب أن يكون يعني هناك ضريبة تصل عند 40-50 أم 60. طيب، لا، ضريبة على الفوائد التي جنيت. وفي حال تخلف من حول إلى الخارج بتسديد ما يستحق عليه، يمكن التنفيذ على ممتلكاته في لبنان. طيب، وبهذه الطريقة يمكن استرجاع الأموال، لأن هنالك تداخل بين المصارف والسياسيين. نعم، كل هذه النقاط يعني اللي عم نحكي عنها اليوم كلها في يعني سواء الأطراف الدولية أو حتى داخليا المنطق يقول أنه لازم يكون في هناك إصلاحات داخلية. أي إصلاحات يمكن القيام بها اليوم بالمجال الاقتصادي؟ بدقيقة لو سمحت. بالنسبة إلي، إذا هذه الحكومة لم تأخذ الثقة من الداخل والخارج فعبثا نحاول، لأن لن يقوموا بمدنا بأي تحويلات من الخارج، ولن يكون هنالك من أي استثمارات. حتى المغتربين اللبنانيين والمصدرين من التجار في لبنان يحجمون عن إرسال الأموال إلى لبنان بعد أن فقدت الثقة بالقطاع المصرفي. إعادة الثقة ليست بأمر سهل، فأمام هذه الحكومة أن تثبت نفسها وأن تتواصل مع الدول الشقيقة
في الخليج العربي وفي الدول الشقيقة في المحيط وفي أوروبا وغيرها، ويجب أن تكسب هذه الثقة. في غياب هذه الثقة لن يكون هنالك من أي استثمارات، لأن البيئة على كل يعني البنية فرنسا اليوم كانت قالت أنه قد تعطي يعني قد تساعد لبنان. للأسف انتهى وقت هذه المقابلة وهذه الساعة بحدث اليوم. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت جهاد الحكاية من المحلل الاقتصادي. دقائق قليلة إذا مشاهدينا ونفتح ملفات الساعة الثانية، ابقوا معنا. طموحات نووية جامحة في أكثر بقاع الأرض توتراً وحروباً. الاتفاق لم يمنع إيران من الاستمرار في أنشطتها الحساسة في هذا الموضوع. ماذا يعني انهيار الاتفاق النووي الإيراني؟ Iran has the only operational nuclear power plant in the Middle East, and it also has a capability to produce heavy water. هل سيشهد العالم سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط؟ أي دولة تمتلك قدرات نووية سلمية قد تحول هذه القدرات إلى قدرات غير سلمية. مهما خاصة السبت 9:30 على شاشة العربية. القوات التركية سيطرت على مدينة تل أبيض بالرقة بالكامل. اليوم قصفت الطائرات التركية مدينة عين عيسى من الطرف الشمالي. لا تسألين كونك أم، ما هو شعوري يعني؟ 38 شخصا قتلوا على أيدي فصيل أحرار الشرقية الموالي لتركيا. ربي الله لا يجيب براس حدا ربي. لا ممكن بنتي، لا ممكن. اعتقلت السلطات التركية مراسل قناتي العربية والحدث زيدان زنجلول. فاد مراسل الحدث بانحسار سيطرة القوات التركية على بلدات في مدينة رأس العين، هناك خطوات للنجاح، خطوات للعمل، خطوات للحوار، خطوات لكل شيء، وهنا تبدو الأمور مختلفة، حيث تتأثر حياة الناس ونحن نسأل ونناقش لا نتقيد بالخطوات. خارطتنا هي المعلومة وهدفنا هو ذلك الحدث. استوديو الحدث مع محمد أبو عبيد يوميا 12:00 على شاشة الحدث. البداية كانت حدثا هو الأضخم في العقود الأخيرة. الانطلاقة كانت حدثا هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية. كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هنا. أيا كان الحدث، أينما كان، وقتما كان، كنا فعليا هناك على الأرض في موقع، لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. سنوات من العمل الإخباري في ساحات المعارك والأحداث، مع رحلات الهروب والخوف، مشاهد أكبر من القدرة على التعبير، صور لا تفارق الذاكرة، ستطوى كعادتها جميع الصفحات، لا يبقى إلا الإنسان. Thank you.
أحييكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من حدث اليوم، ونعود ونذكر بأبرز ما ورد وسيرد فيه. في الساعة الأولى تابعنا تطورات العراق وفي التفاصيل: أساسة يبحثون عن سيادة البلاد بتصريحات متناقضة، وأقليم كردستان يعتبر بقاء القوات الأمريكية ضرورة. قصتنا الثانية تابعناها أيضا بالساعة الأولى من لبنان وفي التفاصيل: صندوق النقد يضع لبنان أو الحكومة أمام خيارات صعبة للخروج من أزمتها الاقتصادية، وباريس تحضها على إجراءات طارئة. قصتنا الثالثة نتابعها في هذه الساعة من ليبيا وفي التفاصيل: أردوغان يبتز أوروبا بفوضى مزعومة عبر شواطئ المتوسط، ويؤكد إرسال جنود بلاده لدعم قوات السراج. قصتنا الرابعة من تونس وفي التفاصيل: رئيس الوزراء المكلف يعد بحكومة إنقاذ اقتصادي، ويستبعد حزبي قلب تونس والدستوري الحر من مشاورات تشكيله. بلغة الترهيب مجدداً، هدد الرئيس التركي الدول الأوروبية بما أسماه بيئة الفوضى في ليبيا، مشيراً إلى أنها تمثل خطراً على حوض البحر المتوسط بأسره. أردوغان وخلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اسطنبول، طلب بممارسة ضغوط دولية لإجبار قائد الجيش الليبي على الالتزام بهدنة مؤقتة، معتبراً أن نجاح خطة برلين الداعية لوقف العمليات العسكرية والشروع في عملية سياسية يعتمد على تنفيذها على الأرض. أردوغان وفي تناقض تام مع مخرجات قمة برلين، أكد أن بلاده ترسل جنوداً أتراك لدعم قوة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. إذا لم يتحقق الهدوء في أقرب وقت ممكن، فإن بيئة الفوضى في ليبيا تهدد بالتأثير على حوض البحر المتوسط بأسره. إذا أردنا ألا تعاود منظمات إرهابية مثل داعش والقاعدة والفصائل المسلحة الظهور مجددا في ذلك البلد، فعلينا مسارعة وتيرة التوصل لحل. هدفنا الأكبر هو إنهاء هذا الصراع الذي أودى بحياة ما يزيد على 2400 شخص، وأسفر عن إصابة أكثر من 7500، ونزوح ما يزيد على 3000 ليبي. ولتحقيق هذا الهدف نتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا في ألمانيا. هدف دعمنا لحكومة الوفاق الليبية هو دعم المسار السياسي والحل السلمي، ودعم القرار الصادر عن مجلس الأمن الذي يعترف بالجهة الشرعية في ليبيا. لكن موقف الطرف الآخر في هذه المعاهدة يثبت عدم مصداقيته في الوصول إلى حل سلمي في ليبيا. إن ليبيا لها علاقة متجدرة بنا على مدى العصور الخمسة الماضية. هذه الدولة مهمة، لا يمكننا أن ندع الإرهاب يتجدر فيها. نناقش هذه التطورات مع ضيفينا من اسطنبول فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي، ومن تونس المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. أبدأ مع حضرتك سيد عز الدين، كليبي كيف تقرأ تصريحات أردوغان اليوم حول موضوع يعني عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ككل نظرا لما يجري؟ بداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وكذلك للسادة المشاهدين. في ظني أن كلمة يهدد التي وردت في تقريركم قد تجاوزها الزمن، في ظني أن هذا الرجل قد نفذ تهديده وانتهى الأمر بإرساله لأكثر من 4000 سوري، في ظني أنهم سيعيثون فسادا في كل الإقليم. هؤلاء في ظني أنهم سيقيمون شبكة ضخمة، سيحضرون كل أولئك الإرهابيين الذين كانوا يعملون معهم في تونس من كل الجنسيات، سيتدبرون أمر وصولهم، وسوف تساعدهم أطراف أخرى. هؤلاء سوف يندمجون في كل الجرائم الكبرى المعروفة خاصة في جنوب البلاد، سواء كان تهريب السلاح أو متاجرة البشر أو حتى تجارة المخدرات والوقود وغيرها. ومن الممكن أن يشنوا هجمات خطيرة على مواقع البترول، ومن الممكن أن يشتركوا مع ميليشيات أخرى في مسألة ابتزاز الدولة. أيضا في ظني أنهم سيقيمون علاقات قوية مع جماعات بوكو حرام وغيرهم. هؤلاء السوريين طالما أنهم تخلوا
يتخلوا عن قضيتهم الأساسية بتحرير بلادهم وإسقاط نظام الأسد كما كانوا يدعون، فمعناه أنهم فعلا تحولوا إلى جماعات إجرامية تريد أن تتحول إلى كسب المال، وتريد أن تتحول إلى التحول العملي إلى مافيا خطيرة هناك. وبالتالي في ظني أن أردوغان هدد، وفي ظني أيضا أن العسكريين الذي قال بأنه يرسلهم إلى ليبيا إنما هم يدربون أو يساعدون جانب كبير من هؤلاء السوريين بمساعدة ضباط ليبيون تابعون لحكومة الوفاق وأيضا أمراء حرب على كيفية الاندماج والتعرف على الجغرافيا الليبية حتى يكون أداهم أكثر وأخطر. وفي ظني أن دول الإقليم التي سكتت وصمتت على هذه الجريمة مثل الجزائر التي قال رئيسها بأنه يعتبر طرابلس خط أحمر بالنسبة للجيش الليبي، بينما لم نسمعه وهو يقول بأن طرابلس أو ليبيا خط أحمر على هؤلاء المرتزقة الذين ينقلهم أردوغان إلى ليبيا والذين سيدفعون بلده أفدح الأتمان وقريبا جدا في ظني. وبالتالي أعتقد أن هذا الرجل نعم. بس دعني أنتقل بهذه الفكرة إلى أستاذ فراس رضوان أوغلو قبل أن نعود إليك أيضا لمتابعة مزيد من التحليل. أستاذ فراس أيضا مساء الخير. بموضوع ما قاله اليوم الرئيس التركي، هو فهم من كلامه كذلك أنه يعني ليس الحديث بإطار ليبيا بل هو الرسالة لأوروبا، ويعني وصفت بأنه هي تهديد لأوروبا بحد ذاتها عبر ليبيا. لماذا الذهاب إلى هذا النوع من التصريح من أردوغان بظل وجود ميركل في تركيا؟ نعم، أعتقد هو يعني رسالة لأوروبا أن التناقض الذي حصل بين المصالح الأوروبية والتركية وحتى الأمريكية والروسية في سوريا وعلى الحدود التركية نفسه الآن يحدث في ليبيا، وهذا يعني أن كما تضررت ربما تركيا بكثير من العمليات والقلق الأمني على أقل تقدير، هذا سيحصل أيضا في الجنوب الأوروبي. لذلك أعتقد هو يريد الاستفادة من هذه النقطة ووجود السيدة ميركل في هذه النقطة، وهذه أحد الرسائل في هذا السياق. أيضا النقطة الثانية هي القراءة المحورية الإقليمية في هذا السياق. هناك دول واضحة جدا أنها تدعم المشير حفتر، ودول أخرى تدعم حكومة الوفاق المعترف عليها دوليا. هذا يعني أن ربما تستمر الحرب إلى فترة طويلة إذا بقي كل المحورين، أي عفوا كلا المحورين يدعمان القوات أو العناصر في على الأرض في هذا السياق. نعم. يعني كما أذكر نفس الشيء تكلم فيه وزير الخارجية الروسية قبل عدة سنوات عندما قال إذا تريدون تستمر حرب في سوريا إلى 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 ما لا نهاية. أعتقد هي في هذه السياقات لأن هناك صراع محاوري حقيقي في ليبيا. أستاذ عز الدين، هو كان أيضا أردوغان قد أوصل رسالة بلقائه مع أنجيلا ميركل على ضرورة الضغط على قائد الجيش الليبي للالتزام بالهدنة، يعني هو يتهم قائد الجيش أنه غير ملتزم وكأنه يعني الأطراف التابعة لها أو التي يدعمها هي ملتزمة. بحضرتك هذا ما تراه؟ في ظني لجهة الأطراف الممثلة للجانب الآخر في شرق البلاد، لا أعتقد أنها منذ مؤتمر برلين الذي جب ما قبله وحتى الآن بات يهمها كثيرا ما يقوله أردوغان، وأنا شخصيا لم يعد يهمني ما يقول. غسان سلامة قال بأن هذا الرجل قد تعهد في مؤتمر برلين بأنه لن يقوم بأي خطوات عسكرية أحادية في ليبيا، وقال بأنه سيتعرض للعقاب إذا ما فعل ذلك. صحيح أن معظم تصريحات غسان سلامة هي جوفاء ولا قيمة لها، ولكنني أتمنى أنه في هذه المرة يكون قد صدق. بس هو قال اليوم أنه سيدعم، ما زال يدعم السراج يعني أردوغان، وبالتالي إلى أي مدى هو ملتزم باتفاق برلين؟ لا، في ظني هو لابد أن يكون قد تحرك تحركا عمليا كما كان يهدد وكما كان سيفعل فعلا ربما في المرة السابقة، وإن كنت حتى في المرة السابقة أعتقد أنه فقط يهدد ليرفع وتيرة الضغط حتى يدفع المجتمع الدولي كما قال إلى أن يقيم خطوة ممكن تساعده على الوصول إلى الهدنة التي استغلها شر استغلال في إرسال السوريين. ولكن الآن في ظني أن تمت التزامات، وجود ميركل معه بالتأكيد زادت من تشديد التزامه بما وافق عليه في مؤتمر برلين.
وأعتقد أن ربما العالم ينتظر الآن خطوات، لأن ما قاله غسان سلامة أنه سيتعرض للعقاب إذا ما خالف ذلك. صحيح أن مجلس الأمن لا زال لم يعتمد مخرجات برلين حتى الآن، حتى نقول بأنه إذا ما كان سيستطيع معاقبة أردوغان أم لا، بالإضافة إلى وجود الإنجليز الذين سيتصدون في كل مرة يمكن أن تتعرض فيها تركيا لأي نقد أو عقوبات. ولكن في كل الأحوال الوضع متداخل بشكل خطير، لازالت الأدبيات مشتتة وغير دقيقة. إنما المؤكد أنه لن يقوم بأي خطوة الآن، والمؤكد أن الأطراف في شرق البلاد لا أعتقد أنهم يهتمون إلى ما يقول، ولكنهم يسعون إلى تجميع أكبر قدر من المعلومات التي يمكن أن يجمعونها عن خرقه هو لالتزامه في برلين. وإذا ما تبت هذا الخرق سوف يقدمونه إلى الجهات الدولية، وبالتالي سوف يعيد الجيش محاولة تحرير العاصمة من جديد دون النظر إلى أي طرف ودون النظر إلى أي تحذيرات. وهذا ما قاله تقريبا الجيش على لسان أحمد المسماري في أكثر من مرة. طيب أستاذ فراس، بموضوع ما يقوله السيد عز الدين أنه يعني على أردوغان الالتزام لأنه تعهد بذلك ببرلين، بس بنفس الوقت في تصريحات له الآن تقول أنه يعني هو يريد دعم قوات السراج، وكذلك أيضا يعني كثير من المعطيات لا تشير إلى لا خروج المرتزقة الذين تم إرسالهم السوريين من البلاد ولا إلى وقف إرسالهم أصلا. إلى أي مدى زيارة ميركل قد تلزم أردوغان، وإلى أي مدى أصلا أردوغان بوارد الالتزام تجاه الأوروبيين تحديدا؟ المشكلة الليبية هي يعني كبيرة حقيقة، لأن تضارب المصالح كبير بين عدة فرق، يعني وهنا نتكلم عن دول كبيرة، لا نتكلم عن يعني عناصر هنا وهنا، هذه لا 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 تقدم ولا تؤخر برأيي في القضية الليبية. عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، تركيا، مصر، نحن نتكلم عن دول كبيرة جدا قائمة في هذا الصراع الاستراتيجي في ليبيا. لذلك لابد النقاش في هذا السياق، في سياق الدول الفاعلة القادرة على أن تغير كثير من المسارات في القضية الليبية. وذلك أعتقد أن السيدة ميركل هنا لأنها تريد عدة أمور من تركيا، طبعا هي جاءت لعدة أمور ليس فقط في المسألة الليبية، ولكن من أهم الملفات التنسيق بين الطرفين سيكون واضحا. بريطانيا أعتقد هي في نفس الخط، وربما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، بينما على العكس ربما فرنسا وروسيا على النقيض من هذا السياق. الاستمرار في الدعم هو حتى أعتقد التوقيع ربما على الأمور السياسية بين الطرفين، ما لم يتم التوقيع من قبل الطرفان أعتقد سيستمر هذا الدعم. الآن يعني أنا حسب ما فهمت من الكلام هو يتكلم عن الضباط الذين أرسلوا من أجل التدريبات أكثر من ذلك، لكن أعتقد هو أيضا يقصد في حال لم تتم خطوات دبلوماسية على الأرض أو وفاق بعد إيقاف إطلاق النار، خطوات دبلوماسية حقيقية، خارطة الطريق، أعتقد أنه يقول نعم سنستمر رفق الاتفاقية بين الطرفين على تعزيز القوة أكثر مع حكومة السراج، لأنها هو قال يعني بمعنى أنها خيار وليست يعني وليست فقط طلب أو ما شابه ذلك، يعني كأمر محتم من أجل حماية مصالح تركيا. بالعودة إلى سيد عز الدين، شروط أردوغان كذلك، موضوع الحوار السياسي، موضوع خريطة الطريق واضحة، كل ما يتحدث عنه الآن تعود ويعني إلى حد ما يراها البعض أنه تكرس دور أساسي لتركيا بالملف الليبي غير الدور العسكري. إلى أي مدى هذا الموضوع موجود؟ هو موجود على أي حال. في ظني أن الصراع الآن هو بين أردوغان وبين الاتحاد الأوروبي الذي سعى إلى أن يقطع الطريق على كل من موسكو وأردوغان باستعادة القرار من جديد فيما يتعلق بليبيا للاتحاد الأوروبي، وهو ما عبر عنه لودريان في اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل عندما غادر الاجتماع وصرح بأنه يشعر بالفخر لأن الأوروبيين قد استردوا الملف الليبي من جديد. وبالتالي في ظني أن الاتحاد الأوروبي الآن سيحاول قطع كل الطرق أمام أردوغان على أن يتمدد نحو الوجود الجيوسياسي الأوروبي، وفي ظني أنهم لن يسمحوا له أبدا. ربما وجدوا في هذه المرة أن الطريق الدبلوماسي واستخدام الوسائل السياسية بالتعجيل بعقد مؤتمر برلين ربما يكون تكلفة معقولة لوقف أردوغان وللجمه، ولكن أعتقد إذا ما تمادى فإنه سيجد في المرة القادمة موقف أكثر شدة، لن يسمحوا أبدا لأردوغان بأن
يقف على السواحل الجنوبية للمتوسط، هذا أمر ممنوع منعا باتا، وربما هناك تنسيق حتى في مواقف أردوغان التي صعدها والضغوط التي مارسها من أجل عقد مؤتمر برلين. نعم. ربما هذه أيضا جاءت بالاتفاق مع الولايات المتحدة ومع أطراف أخرى، وجدوا بأن هناك صعوبات في عقد برلين، فوجدوا هذه الطريقة لكي تنتج هذه الضغوط إقامة هذا المؤتمر. ولكن الحقيقة إلى الآن هذا المؤتمر لا زالت كل مخرجاته جوفاء، لا يوجد شيء حقيقي يمكن أن نلمسه. الأساس حتى بتصريح الإخوان المسلمين في ليبيا قالوا بأننا لن نتفاوض على أي خطوات سياسية قادمة ما لم يتحدد طبيعة المسار الأمني، لأن العالم بدأ يضغط بشكل كبير على نزع السلاح وتفكيك الميليشيات، وهم سيكونوا خاسرا بشكل كبير، وبالتالي هم يريدون ما معنى نزع السلاح وتفكيك الميليشيات وكيف سيظلون بلا ميليشيات. عليه هم يعتبرون هذا المسار هو المسار الأهم، وفي ظني أن خيار العالم بخمسة زائد خمسة، خمسة عسكري من هنا وخمسة عسكريين من جانب السراج وهم سيمثلون الميليشيات حتما، لا أعتقد أنه سيفضي إلى أي نتيجة. وأعتقد أن دعني أنتقل هذا موضوع آخر، وبالفعل يعني نقطة مهمة جدا للأسف مش عم نناقشها اليوم، بس هي نقطة لافتة. بس سيدة فراس، موضوع أنه كان من غير المسموح بالنسبة للأوروبيين لأردوغان أن يصل إلى جنوب المتوسط، اليوم تغير الوضع، هل يمكن لأردوغان أن يحصل من الأوروبيين على ما أراده دائما، أو يعني على ما يريده من مطالب كان قد فشل أن يستحصل عليها بالملف السوري والآن يحاول أن يكسبها بالملف الليبي؟ لا أعتقد أن هكذا الرؤية. المشكلة في الاتحاد الأوروبي أنه منقسم على بعض جدا، وأيضا عنده ضعف وعنده مشاكل كبيرة، هو يحتاج تركيا في كثير من الملفات، لذلك كل التصعيد وكل الأمور اختلفت تقريبا خلال العشر سنوات الماضية، حتى أن أصبحت تركيا تفرض شروطا على الاتحاد الأوروبي، لاحظنا ذلك. لكن في المسألة الليبية أعتقد أن كان هناك خطوة للوراء بالنسبة لتركيا، هي كانت تنوي أن ترسل قوات عسكرية ربما أكبر بكثير مما سترسله الآن، لكن الضغوطات الأمريكية الأوروبية بأن ننتظر ونجعل الطريق الدبلوماسي هو الأفضل، أعتقد في هذا السياق ربما نجحت الاتحاد الأوروبي. لكن بالنسبة لمسألة أن تركيا في الجنوب المتوسط وما شابه ذلك، هناك ارتباط أمني وعسكري بين الطرفين بشكل كبير، حتى سنجد أن ربما سيكون تعاون عسكري بين الطرفين حتى في قضية المتوسط. شكرا جزيلا لك ضيفنا من اسطنبول فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي. أشكر كذلك ضيفنا من تونس المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل. هذا وأجرت صحيفة نيويورك ريفيو الأمريكية أول حوار مع قادة الميليشيات المسلحة السورية الموجودة جنوب طرابلس. الحوار أجراه الصحفي فريدريك ويري، وتحدث فيه عن حواره مع المرتزقة السوريين الذين جلبتهم حكومة السراج لما تسميه الدفاع عن طرابلس. الحروف تنادي بالحرية لسوريا، ولكنها في طرابلس الليبية معقل حكومة الوفاق، وبالتحديد هنا بالقرب من مطار معتيق الدولي. فهل يوجد بالفعل مقاتلون سوريون في ليبيا؟ مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس أجابت على السؤال بالتأكيد عبر تقرير وثقته عن انخراط المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا لدعم ميليشيات الوفاق. الصحفي والباحث الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط والخبير في السياسة الليبية فيدريك ويري أكد أنه قابل المقاتلين السوريين جنوب طرابلس وتحدث معهم، مشيرا إلى أن منهم ضباط سابقين وجنودا كانوا يقاتلون في سوريا وهم الآن يقاتلون في ليبيا. حديث الصحفي مع الميليشيات السورية المسلحة وثقته المجلة الأمريكية، وجاء فيه أن المسلحين وصلوا عبر مطار معتيقة على متن طائرة عسكرية تركية من اسطنبول. يتلقى المسلحون الأوامر من غرفة العمليات في مطار طرابلس، وتضم ضباطا أتراكا يعملون مع قادة الميليشيات السورية والليبية. المقاتلون أكدوا للصحفي أن هناك خططا لنقل 6000 مقاتل سوري إضافيين. تقرير المجلة الأمريكية نقل عن المقاتلين الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا أنهم تلقوا وعودا براتب شهري يصل إلى 2000 دولار والجنسية التركية. ميس الحربي، الحدث.
هاجم رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال في لقاء صحفي إنه كان يقاوم طوال وجوده في حزب العدالة والتنمية قبل الاستقالة منه في سبتمبر الماضي فكرة الانفراد بالحكم التي مارسها أردوغان ومفهوم حزب الرجل الواحد. وانتقد داوود أوغلو الذي أطلق الشهر الماضي حزبا معارضا باسم المستقبل، انتقد نهج الرئيس أردوغان في قيادة تركيا وتطويعها لحكم الفرد، مضيفا أنه بذل جهدا كبيرا لمنع أردوغان من استنفاد الحزب، كما دعاه إلى إضافة الطابع المؤسسي على الحزب. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نتابع في حدث اليوم. المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لمحاربة الإرهاب في إدلب ويصف الوضع فيها بالخطير. هي قد انتهت الانتخابات وحان وقت العمل. كل شفافية، يعني أول المراقب هو المواطن، هو اللي يشوف إذا كان فيها أي تعدي أو أي إجراء غير قانوني. نبدأ معك بردود الأفعال حول النتائج وأيضا فيما يتعلق بأي تظاهرات اليوم. وعد الرئيس عبد المجيد تبون بالعمل على جمع شمل الجزائريين دون إقصاء أو انتقام أو تهميش. ولاية تيزي وزو تم إلغاء العملية الانتخابية لأسباب واحترازات أمنية. بين مقبل ومعترض اقتحم مركز اقتراعا ليمزق أوراق الانتخاب. وانتخابات يقوم إجرائها باستعمال البوليس. فلا حل لنا غير الانتخابات. أول رئيس للبلاد بعد عبد العزيز بوتفليقة. يقولون يجب أن يكون هناك رئيس يتحاور مع الحراك. البلاد لازم لها رئيس، لازم لها مؤسسات، لازم لها معارضة. من جديد، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إن قوات النظام السوري استعادت السيطرة على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق، وأضاف أن العمل مستمر للتغلب على فلول الجماعات المسلحة في كل من منطقة إدلب وشمال شرق سوريا. الوضع يتحسن على أرض الواقع، فالمنطقة التي يسيطر عليها المسلحون تتقلص، واستعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا. بالطبع يستمر العمل للتغلب على الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق سوريا. المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون قال أيضا إن الوضع في إدلب خطير ومحاربة الإرهاب هناك أولوية، مؤكدا أنه تحدث مع وزير الدفاع الروسي بشأن هذا الموضوع. فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب أقول إن السكان السوريين يدفعون ثمنا باهظا، فهناك نحو 700,000 مدني اضطروا لمغادرة إدلب في السنة الأخيرة، وهناك الكثير ممن قتلوا بهجمات إرهابية، هذا يؤثر على حياة الناس. وتحدثت مع وزير الدفاع الروسي بهذا الشأن، وعلينا معالجة الوضع في إدلب. إذا نظرنا بشكل عام إلى الأزمة فسنرى بأن هناك 50% من السكان قد اضطروا لمغادرة منازلهم، ولا بد من تهيئة الظروف لتمكينهم من العودة. ما يحتاجه السوريون هو حل سياسي دائم وأيضاً تهدئة الأوضاع في إدلب. من باريس معنا حول هذه التطورات الدكتور منذر ماخوس الباحث في العلاقات الدولية. مساء الخير دكتور منذر، أهلاً بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. رح أبدأ معك يعني المفهوم بأنه جو متفائل من جانب المبعوث الأممي وكل اللقاءات على أنه اللجنة الدستورية هي فعلاً تحقق نتائج وأنه الأمور ذاهبة باتجاه إيجابي، بوقت أنه يعني كثير من الأطراف تتحدث عن أنه الوضع غير صحيح، اللجنة الدستورية لم تحقق أي شيء أو لم تتفق على أي شيء حتى الآن. يعني
فعلا التفاؤل بمكانه؟ لا، أنا لا أعتقد، ليست هناك أي مقدمات لمثل هذا التفاؤل، لأننا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحدث الآن سواء على الأرض أو على الصعيد السياسي، خاصة بعد الجولات السابقة وهي جولة ونصف من جولات ما يسمى باللجنة الدستورية، كما نعرف أنها عمليا المحادثات حول هذا الموضوع انتهت قبل أن تبدأ هذا الشق. لكن من أجل إلقاء مزيد على الضوء يجب أن نتوقف قليلا حول تصريحات السيد بيدرسون والتي أشرتم إليها بالتفصيل في تقريركم السابق. هي بالحقيقة ليست مفاجئة ولكنها لافتة، لأنه في العادة لا يقوم المبعوثين الدوليون سواء سيد بيدرسون ولا قبله سيد ديمستيرو والآخرون أيضا في الساحات الأخرى بالتعليق على القضايا الميدانية، وذلك من أجل الحفاظ على مسافة واحدة بين الأطراف المعنية بالصراع من أجل سلامة العملية السياسية. لكن تصريح السيد بيدرسون يعني على أنه يريد أن يرسل رسالة ما، هذه الرسالة تأتي من هنا أيضا من تراتبية الزيارة التي قام بها بدءا من موسكو وانتهاءا في الأسبوع المقبل في دمشق. هذا يعني على أنه يراهن وهو محق في ذلك على الدور الروسي الذي كما نعرف جميعا يمارس الضغوط بين الحين والآخر على النظام السوري من أجل مزيد من التفاعل مع العملية السياسية ومن أجل أن لا يأخذ مواقف متصلبة أو متشنجة. بس الذي الحالة نتائجه كما حدث في السابق والذي بس تصريحاته حول إدلب كيف تدعم يعني العملية السياسية، أو يعني كيف ستؤدي إلى موقف روسي ضاغط على النظام بوقت أنه هو يشجع إذا صح القول العمليات الجارية تحت إطار مكافحة الإرهاب، بوقت أنه يعني في أطفال وفي مدنيين يذهبون ضحيتها كذلك؟ بالضبط أختي العزيزة، هذا جانب آخر مما كنت أريد الإشارة إليه، على أن هذا التصريح وبعد لقائه بلافروف والتصريح اللاحق للافروف والذي سوف ربما نعلق عليه قليلا، هو أيضا بحد ذاته رسالة أخرى من أجل أن يخلق نوع من الجو الرطب أو الإيجابي مع الطرف الروسي الذي يستطيع وحده بتحقيق الضغط على النظام. إذن هذا التصريح حول موضوع الإرهاب الذي يعرف جيدا على أن الطرف الروسي يهتم بهذه القضية اهتماما كبيرا، وهذا يعني على أنه يستطيع بذلك أن يخلق أجواء أكثر إيجابية مع الطرف الروسي الذي يفترض أن يقوم بضغوط لاحقة على النظام السوري. قلت منذ البداية على أن هذا الموضوع ليس مفاجئ ولكنه يدعو إلى التوقف عنده. تفضلي. نعم. طيب يعني ليش ليس مفاجئ بهذه المرحلة دكتور منذر، يعني بوقت أنه العمليات باتت واضحة يعني اليوم على الأرض، ما في يعني ما في معلومات متضاربة، وهو وسع الحديث لم يحصره بس بإدلب، هو قال بإدلب والشمال الشرق السوري، وبالتالي كان في نوع كمان من الغطاء في هذا الموضوع. نعم أنت محقة تماما، وهذا الموضوع يدعونا الانتقال إلى شق آخر من هذه القضية، وهو موضوع التطورات التي حدثت في الشهور الأخيرة في الميدان، وخاصة بعد العمليات التي حدثت في الشمال الشرقي من سوريا، والتي من وجهة نظري عمليا قامت بتغيير المعادلة رأسا على عقب، لأن كانت التطورات حتى تلك اللحظة تستمر أو تتركز على الشمال الغربي وخاصة في إدلب. اليوم كما نعرف بعد ما حدث هناك وللأسف بعد مباركة المعارضة لكل ذلك، وهو يعتبر بحق هو عبارة عن انقلاب على المشروع الوطني السوري، لا أريد أن أستعمل كلمة خيانة، لكن دعونا نبقى في قدر معقول من الألفاظ أو التوصيفات. هذا الموضوع أيضا له ارتساماته الكبيرة، وتصريح السيد لافروف يأتي في هذا السياق. من الصعب القول على أن النظام السوري اليوم سيطر على معظم المناطق الحدودية مع تركيا من الجانب السوري وعلى والجانب العراقي أيضا، هذا بالحقيقة يعكس جزء من الحقيقة من الواضح تماما، ليس فقط في المناطق الحدودية وإنما في الداخل. نحن لا نستطيع أن نقيم بالضبط النسبة المئوية للمناطق التي سيطر عليها النظام بعدما حدث، ولكنها تتجاوز النصف، وهذه مناطق دخلها النظام مجانا بدون أي جهد، وكانت نتيجة
التطورات التي حدثت في الشمال الشرقي والتي شاركت فيه للأسف المعارضة كمرتزقة من أجل أجندة لا علاقة له بالشعب السوري ولا ناقة له بها ولا طيب. ولا جمل الشق الآخر إذا رد أن نذهب بعيدا تفضلي. لا تفضل إذا بكمل فكرة لحتى الآن أبدأ أنت إلى موضوع لافروف. كنت أريد أن نتابع إذا أريدنا أن نذهب بعيدا يجب أن ننتقل الآن إلى ما يحدث في ليبيا وقد قامت قناتكم وقناة العربية أيضا بتغطية هذا الموضوع بشكل جدا جيد وإيجابي وهو إشارة وحاولت الربط بين كل ذلك وما يحدث في ليبيا. أصبحت العملية واحدة والصفقات هي عبارة عن صفقات بدل أن كانت سابقا يعني هون بدنا نرجع لموضوع الدور داخل الأراضي السورية بس اليوم انتقلت إلى الغرب. إيه بس خليني أبقى معك شوي بموضوع تصريحات لافروف أيضا. يعني روسيا دائما كانت تقول تحت ذريعة محاربة الإرهاب أنه هي تشارك بالعمليات العسكرية الموجودة. اليوم لافروف يقول أنه سوف نستمر بالتغلب على فلول الجماعات المسلحة هذه المرة. وهنا هو يشير إلى موضوع الشمال الشرق السوري وليس فقط موضوع إدلب. يعني اليوم حتى التصريحات الروسية صارت غير عن قبل. لم يعد هناك أي عنونة كبيرة لأي يعني لموضوع المعارك الدائرة أو يعني وضع دائما طابع الإرهاب عليها. هذا مؤشر لماذا؟ نعم هذا مؤشر مهم وهو يدخل من نفس السياق التي أشرت إلى جوانب مختلفة منها. لكن إذا أخذنا تصريح السيد لافروف أنا أقول أولا فيما يتعلق بالشمال الشرقي كما قلت هو يعكس قسم كبير من الحقيقة بدون أن نستطيع أن نحدد بدقة ما هي النسب. لكن ما يتعلق بإدلب وما عرج عليه وقال يلاحق روسيا والنظام فلول الجماعات ما يسميها المتطرفة أو الإرهابية قد يكون لا. ذلك صحيح في الشمال الشرقي ولكن لست متأكد على أن هذا يصح في الشمال الغربي وفي إدلب على وجه الخصوص. نعم حقق النظام بعض المكاسب في محيط إدلب وفي الأرياف المحافظات المجاورة بما في ذلك الريف الإدلب ولكنه نعم. بعيد ما يزال كل البعد عن أن يحقق نعم. اكتساح في إدلب. لكن كل هذه الأمور فعلا مترابطة وأكرر مرة أخرى وهذا هو مهم. اليوم الصفقات لم تعد تشمل أو المقايضات دعينا أيضا نأخذ تعبير آخر لم تعد تقتصر على داخل الأراضي والمساحة السورية. اليوم تسعت لتشمل ليبيا ومناطق أخرى من العالم وبما في ذلك طيب. بالمناسبة موضوع الغاز في شرق المتوسط. إذن هناك اليوم صفقات معقدة المسألة السورية جزء منها وكلها بالنهاية سوف تكون على حساب الشعب السوري والذي يدفع هو الشعب السوري بالنهاية. وهنا من المؤسف فعلا أن ما يسمى بالمعارضة السورية تعمل لأجندات لا علاقة له بالشعب السوري. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من باريس الدكتور منذر ماخوس الباحث في العلاقات الدولية. حدث اليوم مستمر معكم ونتابع فيه اعتماد منهجي بعد الفاصل. على الوضوح رئيس الحكومة التونسية المكلف يتعهد بتشكيل ائتلاف حكومي يعكس نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. شهدت بعض مناطق العاصمة تمرداً قوات هيئة العمليات تابعة لجهاز المخابرات العامة. رد الجيش السوداني بالمدفعية على مواقع المتمردين في الخرطوم. السلطات الآن في مأزق حقيقي للتعامل مع تفتيك هذه الهيئة. ما الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا التوتر؟ بدأت في الأبيض لكن الحمد لله تم احتواء جميعاً. جهاز ده من أول الأولويات دبي أول شيء على الجهاز ده. هؤلاء الأفراد يعتبرون أنهم خدموا جهاز المخابرات العام وأنهم تمت التضحية بهم بكل سهولة. ما هي نوع الأسلحة التي يمتلكها هذا الجهاز لدرجة أن يتم إغلاق المجال الجوي؟ صور أرقام وأخبار في يومك كم من المعلومات تشاهد هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة. كيف أصبحنا الحدث؟
ببساطة كنا هناك، لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والمستمرة على مدار الساعة. أصبحنا الحدث. من جديد إلى الجزء الأخير من حدث اليوم الذي نتابع فيه التطورات التونسية، حيث قال رئيس الوزراء التونسي المكلف ياسر فخفاخ إنه يعمل مع الشركاء السياسيين لتشكيل حكومة كفاءات سياسية مصغرة تضم كافة فئات المجتمع، يكون فيها تمثيل للمرأة وللشباب بشكل حقيقي. الفخفاخ أكد أن حزبي قلب تونس والدستوري الحر سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مؤكدا اللا ديمقراطية دون معارضة حقيقية، وأضاف أنه سيحرص على توسيع التمثيل السياسي للحكومة المقبلة حتى تنال ثقة واسعة من مجلس النواب، وتابع أنه سيسعى إلى حكومة سياسية مصغرة ومنسجمة لا تتجاوز 25 حقيبة وزارية. سنعمل على تشكيل حكومة سياسية مصغرة ومنسجمة من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة والفاعلية، تضم كفاءات عالية ومستوعبة لخصائص ودقة المرحلة، ويكون فيها تمثيل المرأة والشباب تمثيلا حقيقيا، وسنسعى أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن. كما رفض رئيس الوزراء التونسي المكلف ياسر فخفاخ إقصاء أي طرف سياسي تحقيقا لمفهوم الديمقراطية، مؤكدا على تشكيل أكبر ائتلاف حكومي مبني على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. اليوم ما فما حتى إقصاء، الأحزاب تشارك وتدخل إلى البرلمان ويكون فما ائتلاف يحكم وأحزاب تقعد في المعارضة، وهذه الديمقراطية يلزمها تكون فيها معارضة. لا ديمقراطية من غير معارضة، يعني هالكلمة الأقصاء اللي نسمع فيها ما فما حتى أقصاء، فما ائتلاف يتشكل على قاعدة، أنا اخترت القاعدة التي أريد أن يتشكل عليها الائتلاف، وهي قاعدة الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني وما تعنيه من رمزية. كل هذه التطورات والتصريحات اليوم نناقشها مع ضيفينا من تونس، النائب في البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة، وكذلك أيضا من تونس النائب في البرلمان التونسي عن كتلة تحيا تونس مبروك كرشيد. مساء الخير لكما وأهلا بكما على شاشة الحدث وفي هذه يعني في حدث اليوم دائما. راح أبدأ معك سعادة النائب كريم بموضوع أنه الحزب الدستوري الحر لا يشكل جزء من المفاوضات بحسب رئيس الحكومة المكلف، ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟ ما الجديد من ذلك؟ نعم. ما الجديد خاصة وأن فقط كان الصوت واطي، تفضل. ما الجديد في ذلك؟ يعني منذ ظهور نتيجة انتخابات في 6 أكتوبر، الحزب الدستوري الحر أعلن أنه لن يتفاوض ولن يكون في حكومة ولن يشكل حكومة ولن يمنح الثقة للحكومة، لسبب وحيد، باعتبار أن أكبر كتلة التي كانت ستشكل الحكومة آنذاك هي كتلة الإخوان المسلمين فرع تونس. يعني هذا كان موقفا مبدئيا بأننا لن نشارك في أي حكومة يكون الإسلام السياسي طرفا فيها. ثم نأتي إلى حكومة إلياس الفخفاخ. إلياس الفخفاخ لم يأتي بجديد، هو إن دل على شيء دل على شيئين متناقضين، دل على أنه استوعب الدرس على أننا لن نكون معه لا في حكومة ولا يمكن أن يكون حكومة كفاءات وليس له برنامج لإنقاذ تونس للأسباب التي سأذكرها لاحقا، ثم أنه أثبت نوعا من الغباء السياسي باعتبار أنه مكلف وأصبح يصنف الكتل البرلمانية والأحزاب، هذه تحكم معه وهذه معارضة، ناسيا أبجديات السياسة بأن الحزب هو الذي يختار أن يكون في المعارضة أو في الحكم، ونحن اخترنا منذ نتيجة الانتخابات أن نكون في المعارضة. ثانيا، لماذا لا نصوت لحكومة إلياس الفخفاخ؟ حكومة إلياس الفخفاخ كان وزيرا
للسياحة في حكومة حمادي جبالي التي عرفت اغتيالات سياسية، ثم في حكومة علي العريث كان وزيرا للمالية. وفي هاتين الحقيبتين التي كانت من نصيب حزبه التكتل الذي أثبت وفائه السياسي له بأن استقال بمجرد تكليفه برئاسة الحكومة في حين أنه لا شيء يمنعه، وهذا من المضحكات المبكيات، أنه يتحمل مسؤولية سياسية باعتبار أنه كان وزيرا عندما صدرت الاغتيالات السياسية في تونس، ثم أنه في حكومة علي العريض عندما كان وزيرا للمالية عرفنا أن صندوق النقد الدولي أصبح يتدخل في تونس الذي لم نعرف له خيالا منذ التسعينات. طيب، نعرف أنه وزيرا للأتاوات والتعويضات باعتبار أن ميزانية 2013 كشفت عديد الخروقات التي قام بها وهو وزيرا للمالية. نعرف أنه أفقر خزينة الدولة ليقوم بضخ الأموال في الصناديق الاجتماعية للتعويض للإسلام السياسي ولتركيبته. هذا كله يجعلنا أننا لا يمكننا أن نثق في وزير كان في الترويكا منذ 2011 إلى حد هذه اللحظة. ثانيا، هو يتحدث عن برنامج وعن كفاءات. أريد أن ألاحظ في هذا الشأن أن أول كتلة قام بمقابلتها لتشكيل حكومته هي كتلة قدعت إلى العنف، قد تقدمنا اليوم بشكاية إلى وكالة الجمهورية بتونس ضد أشخاص هو قام بمقابلتهم لتشكيل الحكومة. ما يعني هذا؟ يعني أن وجود الياس الفخفاخ على رئاسة الحكومة في تونس إن دل على شيء فإنه يدل على أن هناك إصرار على الفشل وإصرار على تكريس ومأسسة خاصة العنف السياسي في تونس. طيب، وهذا شيء خطير وخطير جدا. ثم أنه يقول أننا معنا أيضا يعني ضيف آخر، نحن معنا ضيف آخر كذلك سنشركه بالحديث، سأعود إليك لإكمال فكرتك، ولكن أيضا سعادة النائب عن كتلة تحية تونس مبروك كرشيد. يعني اليوم كان في نوعا ما رسم بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف لمن هي المعارضة من هي الموالاة عبر تحديد من سيشارك بالاستشارات ومن لا، وبالتالي أنتم بطبيعة الحال جزء الآن من الموالاة. بس هل هذا الاصطفاف الذي يعني بتنا أمامه الآن بالمشهد التونسي السياسي؟ يعني أولا تحية لكم ولكل المشاهدين عبر تلفزيونكم. أنا أحب أن نأكد على بعض المسائل البديهية والأولية، هو أن تونس خرجت من مرحلة أعتقد أنها مرحلة كانت خطيرة جدا، وهي تجاوز مرحلة حكومة النهضة طبق للفقرة الأولى من الفصل 89 من الدستور، وهي الحكومة التي قلنا أنها حكومة تمكين النهضة، وهذا كسب حقيقي تبني عليه القوى الوطنية في المرحلة القادمة. وبالتالي احنا الان متجاوزين وننظر على انه التعيين الذي تم هو تعيين تم من داخل العائلة الوطنية، المفروض انها عائلة ليست على ارتباط بالحزب السياسي الذي يمثل التيار الاسلامي في تونس، وان نتجاوز مرحلته. بالتالي احنا كأطراف سياسية نرى ان الرجوع الى اي يعني السيد كريفة يقول انه يعني هو كان جزء من النظام السياسي السابق الذي كان فيه بايام حكم الترويكا وايام وجود النظام الاسلام السياسي يعني او حكمه. اي، ولكن الان انصرم على 2012 و2013 سنوات طويلة، 7 سنوات، وخطابه السياسي نحن سنقيم خطابه السياسي في هذا المنحة إذا كان هو متجه إلى إعادة رسكلة النظام السياسي المبني على قاعدة أغلبية حركة النهضة أو سيتجاوزه. هو اليوم قال أنه سيصنف الانتخابات أو يصنف المعارضة والموالاة على قاعدة انتخابات الرئاسية، وأعتقد أنه هذا الاتجاه أيضا الحقيقة احنا فوجئنا به وقلنا له منذ يوم أمس أنه اتجاه غير سليم، والأصل أن التصنيف يتم حسب البرلمان وحسب المقدرة على التكوين البرلماني وحسب الانتماء الوطني له هو شخصيا.
وبالتالي التصنيف على قاعدة الانتخابات وعلى قاعدة الموالات للسيد رئيس الجمهورية هو تصنيف أعتقد أنه لا يتماشى مع القوانين الموجودة في تونس، ولا يمثل يعني ضمان اللي هو، لأنه سيعرض حكومته أمام البرلمان في المستقبل. نعم. وتصنيف الأشخاص الذين صوتوا لرئيس الجمهورية على أنهم معارضة أو موالات هو تصنيف خاطئ، وهو تصنيف لم نقبله منه، وقلنا بكل صراحة أنه هذا التصنيف ليس هو التصنيف السليم. التصنيف طيب. السليم يقع على قاعدة برلمانية ونتوقع منه تطوير خطابه. أيضا يعني سأعود إليك بس الفكرة. يعني أيضا رح أرجع لك بهذا الموضوع، بدي أسأل أيضا رأي سيد كريفة، ولكن قبل أن نتابع هذا الحوار في أخبار عاجلة تريدنا من اليمن ومن العراق. بداية باليمن، مقتل قياديين حوثيين اثنين بجبهة نهم باشتباكات مع الجيش الوطني اليمني، هذا باليمن. أما بالعراق فكنا قد نقلنا خبر أنه في 4 مخطوفين من منظمة غير حكومية، 3 منهم فرنسيين 1 عراقي منذ يوم الاثنين. اليوم تم الإعلان عن خطفهم. هؤلاء هم، هذه هي الصور للمخطوفين 3 الفرنسيين وكذلك أيضا المختطف العراقي ببغداد. نحن الآن نتابع إذن صور 2 من الفرنسيين، هذه الصورة 3 كذلك للمختطف، وأيضا صورة العراقي كذلك المختطف معهم. نعود ونشير، اختطفوا من قرب السفارة الفرنسية ببغداد يوم الاثنين. هذه الصور، صورهم التي تريدنا حتى الساعة، لا تصريحات رسمية من الجانب الفرنسي، ولكن المنظمة التي يعملون فيها كانت قد أكدت فعلا موضوع اختطافهم وهم في طريقهم للخروج من الفندق الذي يقيمون فيه، ولكن حتى الساعة لا معلومات دقيقة. أعتذر من ضيفي إذن على هذه المقاطعة، نعود لمتابعة الحوار. أعود إلى ضيف السيد كريم كريفة. بما قاله أيضا ضيفنا السيد كرشيد أنه يعني بالنسبة لهم الرئيس المكلف ليس محسوب على الإسلام السياسي، ليس محسوب على حركة النهضة لنقول الأمور بوضوح، وأنه هو يحاول يعني تأسيس أو تشكيل صورة أخرى عن تلك التي كانت متوقعة من حكومة الجملي. ما رأيك بهذا الموضوع؟ عندما سقطت حكومة الجملي توقعنا أنه سيتم أن هناك 134 نائبا يمكنهم أن يشكلوا، أن يقترحوا اسم رئيس حكومة يكون بعيدا عن الإسلام السياسي ويكون كفاءة. وفوجئنا أن من بين الكفاءات ومن بين الناس الأقدر وأعتبره الأفشل أن يتم تسمية إلياس الفخفاخ. الأرقام لا تكذب، الأحداث التي حدثت في تونس في عهد الترويكا لا تكذب. السؤال الذي يطرح الآن، لماذا الإصرار على أن يكون وزيرا في الترويكا قد أثبت فشله على جميع المستويات أن يكون رئيسا للحكومة، ثم يقول أنه سيتفاوض مع أنا لا أوافق الأستاذ كرشيد عندما يقول قد عزلنا الإسلام السياسي، علما أن رئيس الحكومة سيتفاوض مع الإسلام السياسي، سيتفاوض مع كتلة الإخوان فرع تونس في تشكيل الحكومة، وهذا شيء خطير وخطير جدا. ونعرف أن كتلة الإخوان تتفاوض الآن مع رئيس الحكومة على عدم فتح ملفاتها، ملفات التصفير، ملفات الإرهاب، ملفات التجارة الموازية، ملفات تدهور الاقتصاد، المسؤولية السياسية، الاغتيالات السياسية، هذا كله التفاوض ليس على مصلحة تونس والكل يعلم من ذلك. لو كان التفكير في مصلحة تونس وفي النهوض بالاقتصاد وبالوضع الاجتماعي للمواطن التونسي ما كان سيختار إلياس الفخفاخ. ثانيا، هذا الشخص قد أثبت فشله في 2019 في مناسبتين، قد ترشح لرئاسة الجمهورية وتحصل على نسبة 0.04%، ثم حزبه قد تقدم إلى التشريعية وتحصل على نسبة ضئيلة تضاهي 0.3%، يعني أنه ليس له قاعدة شعبية. والمبرر الذي لقيه أثناء ندوته الصحفية أنه يستمد شرعيته من رئيس الجمهورية. أريد أن أذكر أن مهمة رئيس الجمهورية حسب الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور انتهت بتكليفه. الآن أصبح التعامل مع مجلس نواب الشعب
والحصول على ثقة نواب الشعب. الآن البحث جاري على عدد النواب التي ستمنح له الثقة. صح. إلا أنه هذا السؤال المنتظر الآن. فإنني, يعني. فإنني أريد أن أذكر. نعم. أريد أن أذكر آخر فكرة. أريد أن أذكر أنه بنفس الأشخاص وبنفس البرنامج وبنفس التمشي لا يمكننا أن نتحصل على نتائج أحسن. وتونس لن يستقيم حالها ما دام الإسلام السياسي مسيطر على السياسيين. سيد كرشيد, يعني اليوم واضح أنه في يعني أزمة ثقة بخيار الرئيس من جانب الحزب الدستوري الحر إلى جانب أطراف أخرى, بس برأيك بالنسبة للرئيس قيس سعيد لماذا ذهب إلى هذا الاسم بالتحديد مع العلم بما جرى بالانتخابات سواء الرئاسية أو التشريعية, وإلى أي مدى يمكن اليوم يعني أن تضمن الحكومة 109 أصوات بهذه المرحلة ثقة من البرلمان؟ يعني خلينا بربي تعطيني الوقت الكافي لتبلورة الفكرة حتى لا تشوه. أولا مبدأ القول بأنه كل من اشتغل مع النهضة في ترويكا سنة 2011 أو 12 أو 13 يعني هو الآن محكوم بأنه ينتمي إلى عائلة ترويكا وعائلة النهضة, قول الحقيقة يجانب الصواب. يعني نعطي أمثلة على ذلك. وزير المالية قبل سيلفخفاق كان الأستاذ الدكتور حسين الديماسي, والذي هو من أكثر الناس الآن اختلافا مع حركة النهضة, ويتميز تمايزا تاما مع الإسلام السياسي ويقف ضده بصرامة. وغيره كثير, يعني هناك عديد من الأشخاص الذين انخرطوا في حكومة الترويكا. نحن كنا ضد حكومة الترويكا ولكنهم انخرطوا فيها سنة 2012 و2013, ولكن هذا لا يعني أنهم بقوا على فكرة التطبيع مع حركة الإسلام السياسي. بالتالي الحكم على الأشخاص من الماضي أنا أعتقد اللي هي فكرة مش سليمة. ثانيا جوابا وتفاعلا مع سؤالك, يعني الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية هو الحقيقة قام بأمر غريب نوعا ما, ويجب أن نقول ذلك بكل وضوح. هو كلف السيد الياس الفخفاق برئاسة الحكومة, وقال في نفس اليوم الذي تولى فيه التكليف أن هذا لا يمثلني. جاء اليوم سيد الياس الفخفاق وقال أنني أستمد شرعيتي من رئيس الجمهورية, وهذا الحقيقة احنا نوع من الاضطراب الذي نشأ عن دستور مفكك وملغم, ودستور نحن نرى أنه لابد من تعديله في مقبل الأيام. وهذا الخلطة الغير واضحة المعالم مردها مؤسساتي ومردها الدستور في بدرجة أولى. نعم. ولكن يعني احنا كيف سنحكم على السيد الياس الفخفاخ؟ سنحكم عليه من خلال أفعاله ومن خلال الإجراءات. إذا كانت حكومته نحن نعرف حكومات عندما تكون منتمية لأحزاب أو تخدم أو تشتغل مع أحزاب بدرجة معينة. طيب. إذا أتانا بحكومة مشكلة من حركة النهضة ومشكلة من قيادات نهضوية أو حتى قيادات صف ثالث ورابع, سنعرف أن هناك تطبيع مع هذه الحركة. إذا أتانا بناس وطنيين ومستقلين وناس تنتمي إلى العائلة الوطنية فهذا خيار نقيمه من خلاله. يعني للأسف يعني أنا الحكم بدي أعتذر منك. يكون على الأفعال. أنا تركت لحضرتك الوقت يعني حتى الوقت, نعم الوقت الكافي, ولكن للأسف انتهى وقت هذا الحوار كله. أنا بدي أتشكرك ضيفتي من تونس, أنا في البرلمان التونسي عن كتلة تحية تونس. شكرا. مبروك كرشيد. أشكر كذلك ضيفي من تونس أيضا النائب في البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر كريم كريفة. أثناء تحقيق معه اعترف مفتي داعش المعروف بأبو عبد الباري, والذي ألقت قوات الأمن العراقية القبض عليه قبل أيام في مدينة الموصل, اعترف بتفاصيل تكشف للمرة الأولى. اعترافات لمفتي داعش الذي أدهش العالم بصورته بعد إلقاء القبض عليه في مدينة الموصل قبل أيام. أبو عبد الباري هو قيادي في الصف الأول في تنظيم داعش الإرهابي. اعترف أثناء التحقيق معه بأنه قام فعلياً بمحاربة القوات العراقية عبر مشاركته في تشكيل فصائل مسلحة متطرفة عديدة في البلاد قبل ظهور داعش. كما اعترف مفتي داعش أنه أصدر العديد من الفتاوى التي من شأنها استباحة الأجهزة الأمنية العراقية وقتل عناصرها, مشيرا إلى عمليات الاغتيال والتفجيرات التي وقعت في الموصل في أعوام 2006 و2007 في الجوامع واستمرت حتى عام 2014.
وكشف الإرهابي عن تأسيسه مدرسة مؤكدا أنه منح دروسا للعديد من الإرهابيين. أحد هؤلاء الإرهابيين كان المرافق الشخصي لزعيم داعش السابق البغدادي والعديد من القيادات الإرهابية في التنظيم، ممن شغلوا مناصب عديدة ومارسوا أعمالا إرهابية كثيرة. مي المهندس، الحدث. ومع هذا التقرير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام استوديو حدث اليوم لهذا اليوم. طبعا دائما تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معنا. شكرا وإلى اللقاء.